انا ممكن اعمل كاسكيد ار سي فلتر، اخذ 2 ار سي ستيجز، فاخذ ار وسي. هلا هذول ادخلهم على خلي هذه هون جراوند، ادخلهم على نون انفرتنج بافر، بعدين ارد اخذ ار وسي. هذا صار عندي 2 ستيج، وهذا سكند اوردر، واضح انه سكند اوردر راح يكون عندي. ولو اخترت ار وسي هي نفس ار وسي، راح يصير عندي الفاينل ترانسفير فانكشن تبعت هذا السيستم هي 1 على 1 زائد جي اوميجا ار سي تربيع، راح تصير هاي هي اذا بسميها اف جي اوميجا تبعت هذا السيستم. هلا هذا السلوب تبعه راح يكون ماينس 40 دي بي بير ديكيد، راح يكون سكند اوردر فلتر. فاذا جيت رسمنا هون هلا راح يصير عندي مثلا هاي الزاويه، ال 3 دي بي بوينت راح يضل عندي نفس الشيء ماينس 3 دي بي، وبعدين عندي هذا السلوب تبعه راح يكون ماينس 40 دي بي بير ديكيد. فهذا هون سكند اوردر فلتر، ولانه عزلنا التو ستيجز عن بعض صار بامكاني اخذ ترانسفير فانكشن واضربها في ترانسفير فانكشن هون. والا لو حطيت هذول هذا لا يساوي ما بيطلع نفس الترانسفير فانكشن تبعت هذا السيستم. اللودينج هون في لودينج افكتس، هذا رح يعمل لودينج افكت على هذا. هلا بيطلع له ترانسفير فانكشن وبيطلع سكند اوردر، بس ترانسفير فانكشن مختلفه عن الترانسفير فانكشن اللي موجوده هناك، تكون مختلفه عن هذا، وبدها اشتقاق اطول شوي حتى تطلع الفانكشن اللي موجود. هذا بالنسبه للكاسكيد ار سي فلتر، اذا بدك تبنيه بتقدر تبنيه بالطريقه هاي حتى تعمل ايسوليشن ما بين التو ستيجز اللي موجوده.